على امتداد الطريق الرئيسي الذي يعبر محور نتساريم رفعت الأعلام الإسرائيلية ونصبت أبراج مراقبة واتصالات جديدة ومد خط مياه لتأمين احتياجات الجنود. بات ممر نتساريم محاطاً بمراكز احتجاز وتحقيق، كما أقيمت مساكن لقيادة اللواء والوحدات القتالية، كأن المكان جهز بالكامل موقعاً دائماً وحصناً للقوات الإسرائيلية يفصل شمال غزة عن جنوبها بمساحة 56 كيلومتراً مربعاً وفقاً لما كشفت عنه صحيفة يدعوت أحرنوت. تهدف إسرائيل من وراء البقاء في نتساريم لجعله نقطة ارتكاز للجيش، مع التركيز على جعل منطقة الشمال عازلة وخالية من التهديدات، خاصة القريبة من مستوطناتها الجنوبية. يظهر الواقع الذي فرضته إسرائيل في نتساريم أن الجيش غير مستعد للانسحاب قريباً من المكان، بغض النظر عن طبيعة الاتفاق الذي قد يبرم مع حماس لتبادل الأسرى. نحن لا أطفئ. لن نتوقف أو نتباطأ، وهذا من أجل إعادة الرهائن وضمان أمن المجتمعات المحيطة. وفق وسائل إعلام إسرائيلية، عمل الجيش بهدوء لإحداث تغييرات جغرافية جذرية في غزة. ثلاثة محاور رئيسية سيسيطر عليها تتيح من الناحية العملياتية منع تنقل المقاتلين ومنع تهريب الأسلحة وتنفيذ عمليات سريعة ضد تهديدات مزعومة، وتضمن أيضاً سيطرة كاملة وبقاء طويل الأمد، وهو ما يشترك الفلسطينيون في رفضه.